بنكمل المحاضرة بتاعتنا بقى يا جماعة. ان شاء الله عايز اكبر بس دي كده شوية. دي اللي هي المحاضرة التانية في السلايد بتاعتنا. انا بعت لكم المحاضرات على فكرة على الجروب بتاع الواتس، اول خمسة يعني بعتهم لكم. تمام، طيب. اوفر فيو اند بيزك كونسبتس اوف ساتلايت كوميونيكيشن. بنكمل في المدارات. في المدار بتاعنا اللي هو في الجيو ستيشنري اوربت، ما زلنا في الحديث عنه. هو بيبقى في الاكواتوريال بلين، يعني قلنا ان هو البلين اللي بيحتوي على خط الاستواء. البلين دوت البيريود بتاعك تقريبا بيكون 23 ساعة و56 دقيقة و4 ثواني، يعني قريب قوي من ال24 ساعة. يعني احنا عشان كده كنا قايلين ابروكسيميتلي 24 ساعة. ده بيسمى صدريال داي. طبعا الصدريال داي ده هنقول في فرق بينه وبين السولار داي، يعني السولار داي هو ال24 ساعة، هتبان معانا في الـ يعني هنقولها قدام شوية الفرق بينهم. المهم الجيو ستيشنري اوربت ده البيريود بتاعتها، يعني انا البيريود يعني ايه؟ يعني هو المدار ده بياخد زمن قد ايه عشان يعمل دورة كاملة. فقال لك اللي هي ايه، 23 ساعة و56 مينت و4 ثواني، يعني تقريبا فرق 4 دقايق عن اليوم. طبعا الساتلايت ابير تو بي ستيشنري، يعني المفروض ان هو على بعد ثابت من سطح الارض، بعد ثابت من سطح الارض. طيب الحاجة اللي ناخد بالنا، قال لك الريديوس بتاع الاوربت ده قد ايه، النصف قطره بتاعه قد ايه؟ 42164 كيلو و57 من 100، يعني ده الريديوس بتاعه. طب هناخد بالنا من معلومة مهمة قوي، هو محطوطة تحت عندنا في السلايد نوت، ان الريديوس بيساوي الاوربيتال هايت الارتفاع زائد الريديوس بتاع الايرث، الارتفاع عن سطح الارض زائد نصف قطر الارض، ونصف قطر الارض تقريبا 6378 و14 من 100 كيلو. يعني الريديوس ده عبارة عن ايه؟ ارتفاعي قد ايه عن سطح الارض، بس اجمع عليه ايه، الراديوس بتاع الايه، الارض، لان الراديوس بتاع الارض لازم تجمع عليه الراديوس بتاع الارض، لان انا بحسب من مركز الارض. الراديوس بتاع الاوربت ده محسوب، ال 42000 دي محسوبه من مركز الارض، ماشي يا جماعه؟ عشان في ناس بتفتكر لها ايه، ارتفاع عن الارض، لا لازم اجمع عليها ايه، الراديوس بتاع الايه، الايرث. دي مهمه قوي، هتبان معانا في مسائل وحاجات من دي. طيب الجيو ستيشنري اوربت اهو شكل كده يوضح لك ان انا ماشي مع المسار بتاع خط الاستواء اهو. يعني انت لو بصيت كده للاكواتوريال بلين، ادي اهو خط الاستواء طبعا، اللي هو انا عايز بس الماوس يساعدني، مفيش الماوس مش مساعد، ادي الاكواتوريال بلين اهو، اللي هو في حاجة تمام. طيب بلاش الماوس لان عامل مشاكل. يبقى عندنا دلوقتي الاكواتوريال بلين، الاكواتوريال بلين اللي في النص طبعا انت عارف اللي هو خطوط العرض. احنا عارفين ان كل ما بعد خطوط العرض دي بتحدد درجات الحرارة، وخطوط الطول دي بتحدد الزمن، الساعة كام وكذا. انا بتكلم دلوقتي على ان هو ماشي مع خط العرض بتاع الاكواتوريال بلين اللي هو في منتصف الكرة الارضية. تمام، فطبعا هنا الارتفاع بتاعه كام، اللي هو بيوري لك الشكل بتاعه، الارتفاع بتاعه تقريبا اللي هو 36 ايه، 1000 كيلو. طيب بعد كده بنتكلم على اوربت تاني اللي هو اللو ايرث اوربت، بنتكلم عليهم بتفصيل اكتر. هو بيقول لك ان اللو ايرث اوربت ده ممكن يكون سيركولر او انكلايندد، يعني ممكن يكون دائري او مايل، يعني ممكن يكون دائري او بيضاوي، ارتفاعه اقل من 1400 كيلو. تمام، التيتيود. فالساتلايت بيترافل، يعني بيقول لك بيمشي قد ايه، من افق لافق، من هوريزون لهوريزون، في حوالي 5 ل 15 مينت، من افق لافق معين، على الافق، على مسار الافق اللي انت شايفه. يعني افق انا شايفه بيمشي بتاع 5 ل 15 مينت، بعد كده ايه، تبقى انت كده كانه مش ايه، مش شايف هذا الساتلايت. طبعا هنا الايرث ستيشن لازم المحطة الأرضية
لازم تتتبع الساتلايت او يبقى ليها اومني دايركشنال انتنا. احنا عارفين الانتنا اللي هي بتراديت ايكوال باور في جميع الاتجاهات دي اسمها الاومني دايركشنال انتنا. لارج كونستليشن اوف ساتلايت، توزيع الساتلايت لو انا شغال باللو ايرث اوربت عشان اكفر الارض كلها عشان يبقى كده في الاستروبيك انتنا مال هي بتشغلشن. ما هي ايزوتروبيك انتن. تمام، الايزوتروبيك انتنا بتراديت ايكوال دايركشن ايكوال ايكوال باور في كل الاتجاهات. الاومني دايركشنال في بتبقى الباور متوزعه على الاتجاهات كلها في يوني دايركشنال معين. تمام، صح. عندنا بقى الكونستليشن بتاعت الساتلايت، في التوزيع بتاع الساتلايت بيبقى متوزع في لارج كونستليشنز، يعني بيبقى محطوط في اماكن كتيره مختلفه. يعني تقريبا عندي 66 ايه ساتلايت نيدد تو كفر الايرث، يعني بحتاج حوالي 66 ساتلايت عشان يغطي الايه المحيط بتاع الايه الكره الارضيه. يعني في اللو ايرث اوربت انا بحتاج عدد كبير قوي من الساتلايت، تقريبا 66 ساتلايت عشان ايه يكفر الاريا كلها. طبعا هنا الاركتكتشر اللي احنا بنحتاجه في كده ده بيبقى كومبلكس ايه اركتكتشر. تمام كده. اللي بعد كده بيقول لي هنا ما زلنا في اللو ايرث اوربت. اللو ايرث اوربت ده بيستخدم مثلا ايه، طبعا هنا عارفين بقى حاجه اللي هي الهابل سبيس تلسكوب، اللي هو بيبقى المرصد بتاع هابل نسبه لعالم كان اسمه هابل، بيعمل رصد للكره الارضيه. يعني فكانوا طبعا زمان لما كانوا بيجوا يعملوا عايزين يعملوا رصد للكره الارضيه، كان يجي مثلا يعملوا برج مثلا مرتفع بارتفاع معين عشان يقدر يشوف الكره الارضيه. فهم هنا دلوقتي لما بقى جه هابل عمل حاجه زي سبيس تلسكوب بحيث ان هو يبقى على بعد معين من سطح الارض، فده هو بيعتبر احدى الاستخدامات بتاعت الايه اللو ايرث اوربت. عشان نعمل انستولنج لنيو انسترومنت فيكسنج السينجز ذات ار بروكن، في حاجات مثلا حصل فيها ضرر حصل فيها مشاكل، فممكن ان احنا نعملها ازاي، نعمل انستولنج ليها او نعمل تسجيل لهذه الانسترومنت عن طريق مين، اللو ايرث اوربت، وفي نفس الوقت ان احنا نعمل تجارب، ان احنا بحث تنقيب، ان انت تجمع بيانات. كل دي الاستخدامات بتاعت الايه اللو ايرث اوربت. برضك هنا البلين بتاع البولار اورب، بنيجي بقى نتكلم ان ممكن اللو ايرث اوربت يبقى يكون في شكل بولار اوربت، يعني ممكن ان هو يكون ايه في شكل بولار. بولار يعني ايه؟ بولر يعني بيكون عند انكلايندد ات اباوت 90 الاكواتوريال بلين. احنا قلنا ان احنا عندنا في البولر اوربت اللي هو بيكون زاويه الميل بتاعته 90، طبعا انترسكتنج النورث والساوث بولز. تمام كده. فده اسمه اللي هو البولر اوربت، ده بيبقى موجود من ضمن اللو ايرث اوربت، بتكون الاوربت بتاعك ممكن تبقى بولر اوربت موجوده في الايه في اللو ايرث اوربت قريبه من سطح الارض. طبعا هنا الاوربت ده فيكسد في السبيس والايرث روتيت، طبعا هنا بيغطي تقريبا بيشمل كل الكره الارضيه. البولر اوربت بيستخدم في عمليات الايه المراقبه السيرفيليانس، يعني الايه المراقبات. تمام اهو هنا بقى بيوضح لي هنا البولر اوربت بتاعي والبيريود اللي بتبقى الساتلايت بيريود حوالي 102 دقيقه. تمام كده. ثانية على السلايد مش عايزة تتنقل ليه مش عارف. اهي نعم ايوه. ساتلايت بيريود يعني بيعمل دورة كاملة كل قد ايه؟ الزمن اللي بياخده في الدورة الكاملة. ما هو دلوقتي انت عندك الساتلايت المفروض مثلا لو واقف الساتلايت عند نقطة رجع لنفس النقطة، مش هو بيمشي في اوربت رجع لنفس النقطة، خد زمن قد ايه؟ ده اسمه الساتلايت اوربت. الساتلايت اوربت تمام كده.
بالظبط، بياخد دورة كاملة في قد ايه؟ تمام. طيب في بقى عندنا الجيوس سينكرونايز اوربت، اللي هو المفروض مثلا عندك ساتلايت بيجي مثلا يتحرك 1 ديجري كل يوم، يعني 1 ديجري بس، ديجري واحدة كل يوم، يبقى لو جه عمل الدورة الكاملة المفروض الدورة حوالي بتبقى 360 ديجري، خلاص يبقى هياخد 360 يوم، يبقى بيعمل الدورة بتاعته كلها في كام؟ في تقريبا في سنة، مظبوط. فده اسمه الايه، الجيو سينكرونايز اوربت، اللي هو المفروض. فده بيستفيد من الايه، من الاشعة بتاعت الشمس، لان هو بايه باقصى قدر ايه ممكن، اللي هو جيو سينكرونايز ايه اوربت، تمام. هو بيمشي 1 ديجري كل يوم، فبالتالي عشان يكمل ال 360 هياخد 360 يوم، تمام كده، يعني بياخد سنة كاملة عشان يعمل الدورة بتاعته. طبعا الالوكيشنز عشان تالوكيت الفريكوانسي للساتلايت سيرفيسز، للخدمات بتاعه الساتلايت، المنظمه العالميه بتاعتها اللي هي الانترناشونال تيلي كوميونيكيشن يونيون، اللي هي الاي تي يو، طبعا بتالوكيت الفريكوانسي باند للاغراض المختلفه، وديستريبيوتد زيم اراوند ذا بلانيت، طبعا اللي هو احنا زي ما قلنا ان بتالوكيت الفريكوانسي الخاصه بالساتلايت في الرينجات بتاعه الايه، الجيجا هيرتز. طبعا هنا هم مقسمينها الفريكونسي، عندنا في عندنا الريجون الاولاني اوروبا وافريقيا والاتحاد السوفيتي، بيبقى مثلا ريجون 1 ده بياخد باند معين، متقسم الريجون الثاني امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، في الريجون الثالث اسيا واستراليا، تمام. الحاجات دي كلها الخدمات المختلفه اللي بيقدمها الفيكسد ساتلايت سيرفيسز، اللي هي زي ما قلنا ساتلايت مثلا واحد بيبعت لواحد، يعني حد حاجه ثابته بتبعت لمحطه ارضيه في مكان ثابت، بتبعت لمكان ثابت، دي اسمها فيكسد ساتلايت سيرفيسز. البرودكاستنج زي حضرتك استقبالك للقنوات الارضيه. موبايل ساتلايت سيرفيسز، الموبايل مثلا بتعمل مكالمه دوليه على مسافه بعيده، فبتستخدم الموبايل ساتلايت سيرفيس. النافيجيشنز اللي هي خاصه بالجي بي اس. المترولوجيكال ساتلايت سيرفيسز زي الارصاد الجويه وما نحو ذلك. طيب الاوربتس اند لانشنج ميثود، طب هو لسه شويه نقدر نقول، هنقول بقى انترودكشن على ازاي. طبعا هنا في زي دراسات مختلفه على ان انا دلوقتي لما اجي الساتلايت بتاعي المفروض ان انا احطه في مدار معين، او ان هو المدار اللي هو محطوط فيه المفروض ان هو يحافظ على المدار بتاعه وما يسقطش على ايه، على سطح الايه، الارض. فايه الرولز او ايه القواعد اللي انا بمشي على اساسها، يعني في قواعد معينه انا بعملها، تمام. فالساتلايت بيوربتنج الايرث فولو بتتبع نفس القواعد ونفس القوانين بتاعه حركه الكواكب حوالين الايه، الشمس. فاللي بدا في العمليه دي واحد اسمه كيبلر، قدر ان هو يطلع 3 قوانين عشان يشرح من خلالهم حركة الكواكب، تمام. في سنة 65 بعديه جه طبعا إسحاق نيوتن، صاغ كيبلرز لو على القوانين بتاعت مثلا ان انا ازاي ايه، يعني عشان احط ساتلايت في مدار معين واحافظ عليه، استفاد منها. لكن كيبلر كان شغله كله على حركة الكواكب حوالين الايه، حوالين الشمس، تمام. طيب فالاجسام اللي احنا بنتكلم عليها، انت بتتكلم على كواكب وشمس، لكن هو كان احنا المفروض كلامنا على الكره الارضيه والساتلايت، الاجسام اللي احنا بنتكلم عليها، لكن كيبلر كان كلامه على مين؟ على الكواكب والشمس. فكان في تطابق ما بين العمليتين، اللي هي ان انت تتكلم على بلانت مع والشمس، او انك انت تتكلم على الايرث والساتلايت، فكانوا في تطابق، هو ده اللي هنعرفه. يعني الفورس، انت عارف طبعا قوانين الفورس، ان الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن، نيوتن قال لنا عليها، فنسبت ليه وحده الفورس لنيوتن. فنيوتن ده اللي هو الفورس المتطلب عشان تعجل 1 كيلو جرام باي 1 متر بير سكند سكوير، فده اسمه ايه، نيوتن هو اللي قال كده، ده الوحده بتاعته كيلو جرام في متر بير سكند سكوير.
طيب في الاكسلريشن قال لك بقى احنا هنقول دلوقتي ان في عجله جذب وعجله طرد، اللي على اساسها زي ما قلنا كنا في ذكرنا هذا الكلام ان بيبقى في اكسلريشن نتيجه الجرافيتي واكسلريشن تانية نتيجه الجرافيتي، دي هي اللي بتجذب، يعني مثلا لو بنتكلم على الساتلايت هي دي اللي بتجذب الساتلايت، وفي اكسلريشن تانية عجله تانية بتطرد، يعني بتبقى طارد اللي هي كأنه بيطرد عايز يهرب من القوة بتاعة الجاذبية. طب الاكسلريشن اللي نتيجة الجرافيتي دي طبعا هي ثابت الجذب العام اللي هو الميو اللي هو كيبلر كونستانت على الار سكوير، الار سكوير دي اللي هي المسافة قلنا من مركز الارض لحد الساتلايت، يعني المفروض ان ديت المسافة من المركز بتاع الارض لحد الساتلايت، تمام كده؟ فالميو دي قال لك ان الثابت ده بيساوي ايه؟ جي في الام حسب الماس بتاع الحاجه اللي بتجذب، هي الماس بتاع الايرث ضربينها في الثابت بتاع الجذب العام. الميو دي انا اسف احنا قلنا الميو ثابت الجذب العام، لا هو الجي هو ثابت الجذب العام، الجي هو ثابت الجذب العام. فحاصل ضرب مش عارف الواحد المحاضره الميعاد بتاعها في يعني مخلي الواحد مش عارف ايه يركز شويه، يعني الجي دلوقتي هي ثابت الجذب العام، لما نضربها في الماس بتاعت الايرث في الكتلة بتاعة الأرض يديني الميو دي، تمام كده؟ ثابت الجذب العام ده اللي هو ليه قيمة اللي هي 6672 في 10 أس سالب 11 نيوتن متر، لو حولناه لكيلومتر، كيلومتر تكعيب بير كيلو جرام في سكند سكوير، تمام؟ الماس بتاعة الإيرث برضو ليها إيه؟ ليها ماس معينة اللي هي 5.9 من 10 في 10 أس 24 كيلو، لما بنضرب الاتنين في بعض ده بيديني الثابت اللي اسمه ميو. المفروض اقسمه على الار سكوير، هي دي الاكسلريشن. طبعا مش عليك كل الكلام ده جه منين، انت تعرف ان الاكسلريشن العجله نتيجه الجاذبيه بتساوي ميو على ار سكوير، تمام؟ طيب دي اللي هي العجله اللي بتحاول تجذب الايه، تجذبك ناحيه الارض، تمام كده؟ انا بقلب بس السلايد التانيه. معلش يا جماعة هو السلايد مش راضية تتقلب، حاول معاها بس. هو نيكست فين؟ جابت بريفيوس، لا دي جابت بريفيوس، دي جابت اللي قبلها، دي واحدة كده. ماشي، دي اللي كنا واقفين عليها. طيب في بقى اللي هي التانية الاي اوت اللي هي السنتروفيوجال اكسلريشن، اللي هي في بقى العجلة اللي هي الطرد، عجلة الطرد دي بتساوي ايه؟ الفي سكوير على ار. طبعا كلنا عارفين الار نفس الكلام، هي الراديوس من المركز بتاع الارض لحد الساتلايت. طب الفي اللي هي ايه؟ سرعة هذا الكومبوننت، اي كومبوننت بيدور حوالين حاجة او حاجة ثابتة سرعته قد ايه في على في دايركشن بريبنديكولار تو روتيشن، في اتجاه عمودي على الدوران. فالسنتروفيوجال اكسلريشن دي اللي هي العجلة الطرد، عجلة الطرد دي قد ايه؟ في سكوير على ار. طيب احنا دلوقتي قلنا ان الفورس بتساوي ايه يا جماعة؟ ان المفروض في قوتين، في اف ان واف اوت، قوة الطرد المركزية وقوة الجذب المركزية، المفروض ان هما متساويين مع بعض عشان يحافظوا لي على ان الساتلايت بايه، المفروض ان هو بيمشي في المسار بتاعه. ففي عندي الاف ان والاف اوت. الاف ان عبارة عن ايه؟ زي ما بنقول ماس في اكسلريشن، الاكسلريشن ان اللي هي ميو على ار سكوير، الميو اللي هي ايه؟ جي في الام اي على ار سكوير. طب الفورس اوت وورد اللي هو عباره عن ايه؟ ام في الفي سكوير على ار، تمام كده؟ ام في الاكسلريشن بتاعت الاوت اللي هي في سكوير على ار. المفروض ان القوتين دول مالهم؟ بيساووا بعض. القوتين دول مالهم؟ بيساووا بعض.
طب لما القوتين بيساووا بعض طبعا الماس هتطير مع الماس، وهتوصل لان الفي سرعة الساتلايت حوالين الارض ميو على ار سكوير، جذر ميو على ار، مش ميو على ار سكوير، جذر ميو على ار، ماشي، ميو على ار تو ذا باور هاف. خلاص. طب لو الاوربت ده سيركولر، سيركولر انت عندك التي بتساوي ايه يا جماعة؟ الزمن بيساوي ايه؟ البيريود، البيريود اللي هو كان علي بيسأل عليها من شوية، البيريود قلنا اللي هي الزمن ايه اللي بياخده الدورة الكاملة، عبارة عن المسافة على السرعة، تمام. طب المسافة اللي هي محيط الدايرة، محيط الدايرة بكام؟ 2 باي ار، والسرعة اللي هي في، يبقى بقسم 2 باي ار على في، يبقى يديني 2 باي ار على في، تطلع 2 باي ار تو ذا باور 3 على 2 على جذر الميو، تمام. لما تيجي تختصرها يبقى كده البريود التايم، البريود تايم بتاعي بتكلم على سيركولار اوربت بيخضع للقانون الاخير ده. طب السرعة قد ايه؟ جذر ميو على ار، ماشي. طيب في هنا بقى ايه زي اكزامبل، خلي بالك، خلي بالكم يا جماعه، هي ماده الساتلايت بيبقى فيها مسائل، والمسائل بتبقى طويله شويه، عاود نفسك تحسب كل حاجه بالاله الحاسبه يعني. هو هنا بيقول لي اكزامبل على السيركولار اوربت. طيب يمكن ده اللي اقول عليه اخر حاجه، هو اللي بعد كده كانت ايه؟ خلاص انا ممكن اتوقف عند الاكزامبل ده بس. الساتلايت سب سيستم، لو انا عندي انتل سات، انتل سات الارتفاع بتاعه انا بقول 35786، يعني انا لو عندي الارتفاع بتاع الساتلايت 65000، هو بيقول لك الانتل سات، القمر الصناعي انتل سات قال لك ارتفاعه على الارض 35786، عايزين نجيب الفلوستي وعايزين نجيب البريود، الارقام اللي عندك دي. هو احنا قلنا ان الفيلوسيتي بتساوي ايه؟ ها؟ في السلايد اللي فاتت انا مش عارف ارجعها. قلنا بتساوي ايه الفيلوسيتي؟ ها؟ الفيلوسيتي كانت بتساوي ايه؟ هو بتاع الموبايل، ها؟ ايه يا جماعة؟ الفيلوسيتي احنا طلعناها بناء ان احنا سوينا الفورس ان وورد بالفورس اوت وورد وسويناهم ببعض، فطلعنا بان الفيلوسيتي بتساوي ايه؟ جذر ميو على ار، مش كده؟ طب الار بتساوي ايه؟ انا قلت لك الفيلوسيتي هو جذر ميو على ار، والميو ثابت، ثابت ده بيبقى جي، ثابت الجذب العام مضروب في الماس اوف ذا ايرث. طيب الار بتساوي ايه بقى؟ ده اللي انا بسألك، يعني الار هنا بتساوي ايه؟ الار نص القطر بتاع الارض، بس كده ستة، يعني هو 6000 بالظبط. ايوه انا بسأل عشان كده، صح، هيطلع، ما انت هتجمع 6000 هيطلع 42000 وشوية، حوالي 42164 كده، كويس. انا بقول دي ليه؟ لان في ناس ممكن تيجي تعمل ايه، جذر ميو على ار تروح قاسمه ايه بقى، على الار اللي عندها دي اللي هي 35000 من غير ما تجمع عليها الايه، الراديوس بتاع الايرث. حلو جدا. طب انت جبت دلوقتي مين السرعه، هتتشكوا على الارقام دي بقى يا جماعه، بس خلي بالك جذر ميو على الار، الار زي ما قلنا كده لازم تجمع الارتفاع على الايه، على الراديوس، الاتنين تجمعهم مع بعض، الراديوس بتاع الايرث اللي هو 6700، احنا قلنا كام؟ انا 6378 كيلو، تجمعه على مين؟ على 35786، تجمعهم يطلعوا تقريبا 42164 حاجة كده. حلو قوي. تجيب منها ايه؟ تجيب منها الار، بعد كده تقول جذر ميو على ار. طب في حاجة تانية، الميو اللي مديها لي بالكيلو متر، يبقى حساباتك كلها بالكيلو. ثانية واحدة، لو هي دي رجعت لورا كده، اهو جذر ميو على ار اللي كنا عايزين نرجعها. هسألك سؤال دلوقتي عشان بس دي، عشان المشكلة اللي بتحصل كل سنة في موضوع، بص الميو دي، الميو دي وحدتها ايه؟ كيلومتر كيوب بير سكند سكوير، صح؟
خلي بالك 3.98 13.52 في 10 اس 5 كيلومتر كيوب بير سكند سكوير، مظبوط؟ طب لو اشتغلت متر، لو اشتغلت متر يبقى الميو بكام؟ ها معلش الحتة دي مهمة. تمانية ليه؟ تمانية 10 أس كام؟ اتنين. صح كده، في 10 أس 9 يبقى بدل 10 أس 5 احط 10 أس كام؟ بالظبط، شكرا جزيلا، الله ينور عليك. خلي بالنا عشان احنا كان في ناس كتير قوي بتكتب في 10 أس 14 دي متلخبطه بينها. لو الوحده بتاعتنا بالمتر، متر تكعيب زي ما المهندس سحور قالت كده، احنا هنقول 10 تو ذا باور 3 تكعيب، يعني 10 تو ذا باور 9، فتتضرب في 10 اس 5 تبقى 10 اس 14. يبقى ناخد بالنا من الملحوظه دي. خدت بالك؟ انت شغال كيلو هنا، هو مديلك الوحدات كيلو خلاص. افرض في الامتحان كانت متر وعايز تشغل متر، تاخد بالك من الحته دي، كله لخبطه فيها بشكل غير عادي يعني. طب التي بقى هنجيبها ازاي؟ ها عشان دي بس اخر حاجه اقولها، 2 باي ار تو ذا باور 3 على 2 على جذر الميو، صح كده؟ 2 باي ار تو ذا باور 3 على 2 على جذر الميو، الار عندك والميو عندك، هتطلع التي. التي هتبقى وحدتها بايه يا جماعه؟ الناتج التي ده هيبقى وحدته ايه؟ انا عارف ان انتوا الصيام والعملية لفة شوي. ها انت هتطلع بالاور ليه؟ هي انت لما تيجي تبص كده اهي، الار بالكيلو والميو الوحدة بتاعتها اللي احنا كنا مدينها بسكند مش عارف ايه، فيها سكند يعني النتيجة بالسكند، يعني التي اللي هتطلع بالسكند. طب سؤال، الكلام اللي كاتبه ده كاتب لي كام اور وكام مينت وكام سكند، ازاي نحول من سكند اللي طلعت لكام اور وكام مينت وكام سكند؟ عشان انتوا هتحلوا دي، انا عايزكم انتوا اللي تطلعوا النتائج دي. فازاي بقى؟ انت دلوقتي مثلا طلع معايا الرقم مش عارف كان تقريبا 86,000 وشويه سكند، ازاي نحولها لاور ومينت وسكند؟ ازاي نحولها كام ساعه وكام دقيقه وكام ثانيه؟ اقسمها على 60 في 60 صح، يبقى يجيب ايه؟ طب المينت اجيبه ازاي؟ ايوه لا ثانية واحدة، احنا انت كده هتقسمها على 60 في 60 هيجيب لك الاور اللي هو هيجيب لك ال 23 وشوية. طب هجيب المينت ازاي؟ هتقسمي ايه اللي على 60؟ حلو، لازم نطرح الناتج. ايوه يا علي، ايوه ايوه بس انت الناتج، ايوه الناتج اللي هتطلعه يا علي بالسكند، فازاي تقسمه كام ساعة وكام دقيقة وكام ثانية؟ هقول لك حاجة، لو انا قلت لك 155 دقيقة حول 155 دقيقة فيها كام ساعة؟ لا بقول 100 كام فيها 100 في ما انت دلوقتي احنا عندنا هتقسم على 60 هتجيب بالدقايق كده. لا انا عايز انا بقول لك 155 ثانية. لا خليها بقى دلوقتي ايه بالسكند، انا دلوقتي الناتج بتاعي بيطلع بالسكند، عايز اعرف في كام اور وفي كام مينت وفي كام سكند. لو مينت هتقسم على 60 واحده بس صح، لكن لو سكند هتقسم على 60 في 60 عشان تجيب الاور، صح؟ طيب حلو، الاور هتعرف تجيبها تمام. طب هتجيب المينت ازاي؟ كام مينت ازاي؟ طيب اول حاجة انت بتقسم على 60 في 60 هتطلع عندك 23 وشوية، مالكش دعوة بالشوية، خليك في ال 23 كده، 23 اور. الشوية دول هم بتوع المينت والسكند.
طب تعرفهم ازاي؟ حضرتك الناتج اللي حضرتك عامله ده اطرح منه اللي هي 23 في 60 في 60. الناتج بتاع السكند ده تطرح منه 23 في 60 في 60 عشان يطلع لك الباقي. الرقم اللي طلع ده اقسمه على 60 يجيب لك المينت. واضحة؟ ايه؟ ها؟ تاني الرقم اللي هيطلع مثلا اللي هو بالسكند انت هتقسمه على 60 في 60 هيدي لك 23 وشوية. حلو؟ 23 دي بتاعت الاور، الشوية دي 23 بوينت حاجة، الحاجة دي هي اللي خاصة بالمينت والسكند. مظبوط؟ فعايز اعرف دي، فانا اكتب ال 23 اور، عايز اعرف كام مينت؟ الرقم اللي انت كنت قسمت عليه من الاول ده تطرح منه 23 في 60 في 60 يدي لك رقم، هو ده اللي تقسمه على 60 عشان يديك ال 56 مينت. الاربعة سكند بقى دي هتبقى سهلة لانك انت هتشوف انت تفضل لك كام، هتلاقيهم فاضل لك اربعة سكند على الايه؟ هتطرح بقى 23 في 60 في 60 زائد 56 في 60 واحدة يطلع رقم، فاضل له قد ايه على السكند اللي عندك؟ هتلاقيه فاضل اربع ثواني. اقولها تاني؟ في حد ايه؟ اكزامبل؟ ما هو ده الاكزامبل. ها؟ ما هو عشان بس تطلع النتائج دي. طب حد، انا ما اعرفش حد معاه آلة حاسبة يحسب لنا طالع كام عشان نمشي معاها؟ هو بس فاضل عشان بس انا بص لو حابين تبقى تفكروا فيها نبدأ بيها المحاضرة الجاية مفيش مشكلة. شوفوا في حد بدأ فيها؟ في حد عارف يوصل فيها؟ فاهم انا قلت ايه؟ ما هو احنا في محاضرة عندنا يوم التلات، يوم التلات احنا عندنا محاضرة التلات، نسيت انت محاضرة التلات. ما هو المفروض محاضرتين والاسبوع الجاي يبقى سيكشن. طيب طيب بص انا هقولها. لا هنمشي زي الترم الاول. ايه ثواني بس. دلوقتي طب انا بس عشان اقول لكم دي بسرعه وانتوا عشان تحسبوها بعد كده يعني. تاني انت دلوقتي هتحسب اللي هي جذر ميو على ار، هتقسم اللي هي الميو بتاعتك اللي احنا مدينها وتقسمها على ار، هتطلع رقم معين. انت هتقسمه على 60 في 60 هيطلع لك 23 وشويه. كده في مشكله عندك؟ يبقى انت عرفت عدد الاور. خلاص ماشي يا علي كده عدد الاور فيها مشكلة؟ تمام جدا. الرقم اللي حضرتك قسمت عليه ده من الاول اللي انت رحت قاسم على 60 في 60 ده، الرقم اللي انت قسمت عليه اطرح منه 23 في 60 في 60. ماشي؟ اطرح منه 23 ساعة عشان تعرف فاضل كام دقيقة وكام دقيقة. فيها مشكلة كده؟ طيب هيدي لك فاضل كام دقيقة؟ الرقم اللي طلع ده اقسمه على 60 هيطلع 56. يبقى انت كده جبت كام؟ المينت. خلي الرقم الاصلي ده معاك اللي هو عدد السكن. بعدين هتضرب 23 في 60 في 60 زائد 56 في 60 واحدة يطلع رقم، اطرحه امام الرقم الاصلي عشان يديك كام سكند فاضلين. صعبة كده؟ ها؟ ايه؟ طلعت مظبوط كده؟ عملتيها ازاي؟ قولي لنا الطريقة، هتلاقي الطريقة اللي أنا لسه قايلها دي، هي عملتيها ازاي؟ هو طلع 41,000 وشوية؟ طيب تمام. بالظبط اهي صح كده.
صح يا باشمهندس عمرو بتتكلم صح، يبقى انت طرحت منها 23 في 60 في 60 اهو، قسمنا ده كده بيديكي فاضل كام مينت، رحت قسمها على كام؟ على 60 واحده، اديتك المينت عشان تجيب السكند الاخيره دي، جبتها ازاي؟ اللي هي الاربع سكند. ما خلاص، ما دي سهل، دي سهله دي. ها عملتيها ازاي؟ اقول لي حاجه، مش انت عندك عدد السكند جاهز عندك، ده بيساوي 23 في 60 في 60 زائد 56 في 60 زائد اكس اللي هو عدد السكند اللي ناقص، هتجيبي لي يطلع 4 ثواني، يعني هتطرحي الرقم السكند اللي طلعتيه ناقص 23 في 60 في 60 ناقص 56 في 60 واحده، الرقم اللي يطلع هو الثواني اللي فاضله، صح كده؟ صح. يا علي مش عارف انا، بصوا يعني مثلا ده بقى عندك اكزامبل كده، حاول الجدول ده تملاه، يعني انت معاك الاوربيتال هاي، طلعوا الفلوستي وطلعوا البيريود، ماشي. ها انا كده اقفل التسجيل ده. شوفوا عايزين امتى، هو انا النهارده واحدة عندي اسمه ايه ده، عندي محاضرة النهارده، عندي ما هو انا عندي لحد 3 النهارده.